في هذه الحلقه غادي نتعرفوا فيها واش هاد موجه الغلاء الاسعار اللي كيعيشها المغرب وهاد غلاء المعيشه اللي كيعرفها المغرب واش قضاء وقدر وحنا خصنا نتقبلوه ونتعايشوا معاه ولا هادشي اللي كنعيشوه وراه ايادي خافيه يعني هاد الازمه مفتعله يعني وراها كروش الحرام. واهم حاجه غنعرفوا في هاد الحلقه هي واش كاينه شي امل، واش كاين شي امل هاد الظاهره ديال غلاء الاسعار، هاد الموجه ديال غلاء الاسعار واش غتسالي ولا لا، واش غتسالي واحد النهار ولا لا. هادشي اللي غنعرفوه في هاد الحلقه ديال اليوم، تبعوا معايا حتى الاخر. السلام عليكم اخواني المغاربه، نتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير. وكيف العاده مرحبا بكم في حلقه جديده وفيديو جديد من برنامج الشعب، برنامج صحافه الشارع. الا لاحظتم مؤخرا اكثر الجمل كيتعاودوا حاليا دابا في المغرب هي المغاربه قتلهم غلاء الاسعار، المغاربه المازوط كيجيهم غالي. هاد الجمل هادو وبحالها من الجمل كيتعاودوا بزاف هاد الايامات في المجتمع المغربي وفي الشارع المغربي. على ما اظن هاد الجمل الكئيبه اللي كيتعاودوا دابا في المجتمع بزاف غادي يطولوا معانا، غادي يطولوا معانا من حد عزيزهم اخ النوش رئيس ديال الحكومه. ديما غنبقاو نسمعوا المغاربه قهرهم الغلا، المغاربه كيعانيو من غلاء الاسعار، حيت هاد غلاء الاسعار عنده علاقه بسيهم عزيز اخ النوش. هادي شحال ملي الشعب المغربي كان كيعاني من غلاء الاسعار وغلاء المعيشه وكيتشكل الحكومه ولا الدوله ويخرج يهضر على حقه، الحكومه كانت كتجاوب معاه كتقول له باللي هذه مرحله صعيبه وخاص المواطن اقل ما يدير يقلل شويه من الاستهلاك. واش في نظركم حكومه اخ النوش تقدر تخرج دابا عند المواطن وتقول له قلل الاستهلاك؟ ما كنظنش اخ النوش عنده الشجاعه يخرج عند المغاربه دابا ويقول لهم قلوا الاستهلاك. كونوا مأكدين الا قال المغاربه قلوا الاستهلاك المغاربه غياكلوه. عرفتي علاش المغاربه غياكلو اخ النوش؟ وعرفتي علاش اخ النوش ما يقدرش يقول هذه الهضره، ما يقدرش يقول المغاربه قلوا الاستهلاك؟ حيت عارف هو براسه باللي هذه المرحله ماشي ازمه، هذه مجرد فرصه للربح من جيوب المغاربه، مجرد فرصه للربح من جيوب المغاربه. واللي كتبان ليه هذه ازمه وكيتيق في اعلامهم غادي نقولوا ليه عندك الصح، ايه بالصح هذه ازمه، ولكن للاسف ازمه مفتعله للنيل من جيوب المغاربه في اطار اعاده التربيه. بنادم داكشي ديال المقاطعه باغي خدام عليه، باغي يعوض داكشي اللي خسر في المقاطعه. اخ النوش بان بالواضح باللي من هادي شحال هو حاط علينا العين، حاضي السيد باغي خدام عليه داكشي ديال الماضي، الماضي ما تنساليش، باغي ينتقم من المغاربه، باغي المغاربه يوقفهم على حدهم. وما يكذب عليكم حتى شي واحد ولا يخربق عليكم يقول لكم هادشي اللي كيعيشوا المغرب حاليا ازمه، هذه ازمه مهيكله وراها ايادي خافيه، داكشي مدروس ومخطط ليه من هادي شحال. دابا غير نتوما شوفوا براسكم وحكموا، باش هبط النفط دابا في العالم 6 شهور باش هبط، واخا النوش باقي ما بغاش يحشم، باقي داير داكشي اللي قال ليه عقله واللي قال ليه راسه، باقي باغي يشحف المغاربه. ياك اخا النوش وصل المازوط ل 18 درهم بالسكات، حتى شي واحد ما ساق خباره وما قال له هادشي اللي كدير راه عيب وعار، وملي بغى ينقص 50 فرانك ولا درهم، خرج كاع الطباله ديالو والغياطه والنقافه ديالو خرجهم. شوف تي في وهيس بريس كلشي خرج يهلل على ديك 50 فرانك اللي نقص. واش عزيزهم اخ النوش عارف شحال من ام وشحال من اب وشحال ديال الازواج واللي مقبلين على الزواج كيدعيو فيه بسبب غلاء المعيشه اللي رجعات دابا؟ راه بهذه السياسه اللي غادي بها عزيز اخ النوش كونوا مأكدين غادا تشرد شحال من اسره وغادي تيتم شحال من طفل قبل الاوان بسبب نسبه الطلاق اللي غادي ترتفع، حيت هذه الازمه اللي معيشناها دخونا اللي عايشين فيها دابا المغاربه راها بدات كتبان على ارض الواقع، الاعراض ديالها بداو يبانوا على ارض الواقع. هبطوا وشوفوا الناس كيفاش عايشه، هبطوا سمعوا المشاكل ديال الشعب، هبطوا دابا شوفوا المغاربه شنو واقع فيهم حاليا، ما ديروش راسكم ما سمعتوا والو وما شفتوا والو. هاد عدم الاستقرار السياسي اللي كنعيشوه في المغرب حاليا كيدفع الثمن ديالو المواطن المغربي البسيط اللي كيعاني من غلاء المعيشه. هاد الحكومه ماشي غير دخلات في موجه غلاء الاسعار غير مسبوقه وصافي، هاد الحكومه خلات بنادم يندم على ايامات العثماني، خلات بنادم يندم على سنوات الرصاص، خلات الناس القدام اللي عاشوا في الفتره ديال الأوفقير والبصري يندموا، يقول لك واخا كان هادي شحال الظلم وكانت الحقره ولكن كانت البركه. اما هادو جاو حبسوا علينا الروبيني، بغاو يربحوا غير هما في هاد البلاد. دابا بكثره ما الشعب ولا كيعاود هاد الكلمه قهرنا غلاء الاسعار، قهرتنا المعيشه، المازوط غالي،
بكثره ما بقى كيعاود هذا الشيء المواطن المغربي، رجعت هذه الكلمه مكرره ما عندهاش تاثير، كاع ما بقات كتاثر حتى في شي واحد، حيت الحاجه ملي كتعاود بزاف ديال المرات وكتكرر بزاف ديال المرات بنادم كيولف عليها. هاد الناس ولفوا يظلمونا، ولفوا ينهبونا، وحتى حنا ولفنا ظلمهم ورجع كيجينا عادي. انا كيبان ليا هاد الشيء اللي وصلنا ليه ووصلنا ليه اخا نوش ماشي ازمه وماشي مرحله وغادي تدوز، سمعوا مزيان، هادي ماشي مرحله وغادي تدوز. هاد الشيء اللي كيوقع فينا دابا واللي كيوقع في الشعب المغربي غترجع سياسه معتمده، وعقلوا عليها مزيان، غترجع سياسه معتمده وغادي تدافع عليها الدوله بكل قوتها باش تبقى هاد السياسه. هاد الشيء علاش كنشوفوا الدوله حاليا ما اتخذتش ولا عمرها غادي تاخذ شي اجراء ضد عزيز اخا نوش. كنشوفوا هما مسخنين ليه، اكتشافوا هما مسخرين ليه جميع الامكانيات باش يخدم على خاطره، مخلينه طالق علينا ماطرو، مطالق علينا الاعلام ديالو. ملي الدوله ما قادراش تفرض رقابه على اخا نوش ولا على الاسواق، يعني عاجبها الوضع ومستافده منه. هذا الشيء راه باين، ما يحتاج شي واحد يشرحه لكم. احنا كنطلبوا من المسؤولين ينقصونا والخضره مليانه ولا ما غادي ديال الله. بحال هادي هي الخيانة. شنو دابا دخلنا لك بالله؟ دابا يا حال جنتية دخلنا لك بالله. شنو يعجبك الحال دابا؟ حنا باش الاسلام، حنايا باش الاسلام. ودابا هادي اللي ما تسوقش نهار هاد النهار اللي ما تسوقش فيه الجيران يضحكوا عليها. دابا عاولي بنادم شي كيسرق شي. هاد المرة هادي جات تسوق على وليداتها وبحكم غلاء الاسعار اللي لقات داخل السوق، ها هي دابا الجوج تاع العشية وها هي خارجة المرأة لا خضرة لا حتى شي حاجة بحكم الأسعار اللي غلات. مطيشة واصلة 10 دراهم الكيلو، اللوبيا 20 درهم الكيلو. ها المرأة ما مسوقاش لولادها، ها هي دخلت دار التعيط في السوق ولقات هذاك الشيء غالي بزاف، ها هي خارجة بلا ما تسوق لولادها. واش هذا الشيء هذا كيرضي الحكومة أن المرأة بولادها وخارجة بالقفة خاوية؟ ملي كتسمع واحد الدولة فيها واحد المواطنين كيقول لك مشينا للسوق ورجعنا بالقفة خاوية في بلاد اللي فيها أكبر احتياطي ديال الفوسفات، بلا ما نهضروا على الثروه السمكيه ونهضروا على مناجم الذهب، انا كنقول لك بلاد فيها اكبر احتياطي ديال الفوسفات. هاد الدوله ملي تسمع هاد الهضره، تسمع مواطن كيقول باللي مشيت للسوق ورجعت قفتي خاويه، هاد الحكومه ولا هاد الدوله خصها تخجل من راسها، خصها تحشم من راسها. بلاد فيها المخطط الاخضر اللي تخسرت عليه المليارات وكان الرئيس ديال الحكومه بيده كيصرف عليه وما قدرش يعمر قفه ديال المغربي، يعني الراجل فشل. وهما هادشي قالوه بيديهم، قال لك حنا فشلنا في المخطط الاخضر. ايه فشلت وهذه عرفناها وسمعناها، ولكن المور الفشل ما كاينش محاسبه، ما كاينش جزاء ديال اللي فشل ولا تجازيو بنادم هي تعطيه رئيس حكومه. من بعد ما كان عزيز اخا نوش كيشرف على المخطط الاخضر وعلى الفشل ديالو، دابا داز مباشره جيوب المواطنين ينهبها عن طريق غلاء الاسعار. حتى لدوينا على السياسه، حتى لدوينا على السياسه اللي كيعتمدها المغرب من هذه شحال، الاعتماد على الديون الخارجيه رجعت موضه قديمه. ولكن الحكومات اللي قبل كانوا واضعين حد لهذه السياسه، هذه السياسه ديال الديون الخارجيه كانوا واضعين لها حد، يعني كانوا كيتسلفوا ويقيسوا، كانوا كيتسلفوا على قبل الاحتياجات الاساسيه ديال المواطن، على قبل المواطن باش يحلوا ليه الازمه، يحلوا ازمه المواطن، كانوا كيتسلفوا باش ما يغلاش المعيشه في المغرب، ما تغلاش المعيشه على المواطن المغربي. هذا الشيء علاش كانوا كيتسلفوا، ولا كانوا كيتسلفوا باش يديروا مشاريع. ولكن السؤال المطروح هادو علاش كيتسلفوا؟ المواطن واكل الدق، علاش كتسلف؟ حكومه ما عندهاش رؤيه مستقبليه، حكومه محدوده، حكومه الغالب الله، غلبهم غير على جيب المواطن البسيط، غلبهم على اللقمه العيش ديال المغربي. هاد الناس اللي جايين بفساد الصناديق ما تسناش منهم يطوروا لك التعليم ولا يطوروا لك الصحه ولا يقويوا لك الاقتصاد ولا يطوروا لك الخدمات اللي كيستافد منها المواطن. وحدين جايين بفساد الصناديق ما تسنى منهم والو. هاد الناس رجع كلشي عارفهم على حقيقتهم، جاوا على قبل هدف واحد اللي هو باش يحققوا الربح، باش يعريو المغاربه، ولحد الان راهم ناجحين في هاد الشيء اللي جاوا على قبله. ماشي قلت لكم في الحلقه اللي سبقات باللي الاساتذه ديال التاريخ غيلقاو صعوبات الا بغاو يعاودوا التاريخ ديالنا؟ راه ما يقدروش يعاودوا التاريخ بلا ما يخسروا الهضره. داكشي بيزار. دابا شنو غنقولوا كاع للتاريخ؟ غادي نقولوا ليه باللي سلسله ديال رجال الاعمال مصاصين الدماء داروا حزب بيناتهم واتفقوا على القدره الشرائيه ديال المواطن البسيط ونهبوا المواطنين. اش غادي نقولوا للتاريخ؟ قول ليش غنقولوا للتاريخ؟ نقولوا باللي هذاك بن كيران اللي كان هادي شحال كيقول لينا وكيحذرنا من زواج السلطه بالمال، رجع من اشد المدافعين والمطبلين رجال الاعمال والاخ نوش، ولا كيقول باللي هو ما متفقش مع الناس اللي كيقولوا الاخ نوش ارحل، ما متفقش مع الناس اللي كيقولوا اخ نوش يمشي بحاله. شنو بغيتو نقولوا للتاريخ؟ نقولوا لهم باللي وهبي اللي كان كيقول صعيب ندير يدي في يد الفساد
صعيب ندير يدي في يد واحد ماس الدم ديال المغاربه، صعيب ندير يدي في يد واحد دا المغاربه 17 مليار. وكان كيقول باللي اخنوش ما يصلحش يكون رئيس حكومه، وكان كيقول باللي السلطه والفساد ما كيتجمعوش، وكان كيقول عمري نكون وزير في حكومه اخنوش، وهو اصبح وزير. واول انجاز دارو سحب القانون ديال الاطراء الغير مشروع، قال لك غندير فيه تعديلات وما دار والو. رجع دابا وهبي من اشد المدافعين على اخنوش، ورجع دابا كيدور حتى في الوزراء اللي تابعين لحزبه اللي كيعارضوا سياسه اخنوش الحقيره، كيقول لهم اللي قال لكم اخنوش ديروها، اللي قال عليها اخنوش هي اللي كاينه. واش هاد الناس ما في خبارهمش بهذا الشيء اللي كيديروا في المغاربه حاليا؟ كيدمروا الاقتصاد، وهذا الشيء لما بالكمش دابا غادي يبان مع المدى البعيد. كاع الحكومات اللي تعاقبوا على المغرب منذ الاستقلال دابا كان عندهم ايجابيات وكانت عندهم سلبيات، الا هذه الحكومه ديال اخنوش شفنا معها غير السلبيات فقط. الواقع مع هذه الحكومه مختلف بزاف، انا ما كنظنش باللي هذه الحكومه غادي تخرج عاقبتها على خير مع المغاربه. هادو رجعوا كيهربوا حتى المستثمرين من البلاد، مستثمرين من البلاد ما بقاوش باغيين يبقاو في المغرب من بعد ما رجعوا كيحتكروا كل شيء، كيحتكروا السوق كامل. ما كنظنش باللي المستثمر يقدر يغامر بفلوسه في بلاد فيها رئيس حكومه بسلطته محتكر السوق. يدعم الشركات اللي بغى واللي تابع ليه، ويحيد الشركات اللي بغى باش يفهموا دوك اللي خدامين في الشركات ديال الخياطه واللي خدامين في الشركات ديال الكابلاج علاش الصالير دابا حاليا في هاد البلاد ما بقاش كيقدهم وما يقدروش بهذاك الصالير يبنيو مستقبل، ويفهموا علاش كاين غلاء الاسعار. خاصهم يفهموا اولا شنو هي السياسه اللي غادا بها هاد البلاد، تما غادي يعرفوا علاش الصالير ما كيقدهمش. البلاد اللي كتاكل من يد غيرها واللي جا كياكل خيرها صعيب تعيش فيها مرتاح ويقدك فيها الصالير. حياتهم كامله هما كيبرمجوا ويخططوا، ما قادرينش ينجحوا باش يديروا اكتفاء ذاتي للمواطن المغربي، ما قادرينش ينجحوا يوفروا الامن الغذائي للمغاربه. فاش غينجحوا هاد الناس؟ نجحوا فقط في تخريب عقل الشاب المغربي، نجحوا في تخريب المجتمع المغربي اللي رجع حاليا. المجتمع المغربي ما كنواجهوش فيه غير غلاء الاسعار والازمه ديال المعيشه بوحديتها، رجعنا كنواجهوا حتى ازمه اللي صعب من هادشي كامل، هي ازمه اخلاق. خلاصه القول كون كانوا هاد البرلمانيين وهاد المسؤولين علينا، ولا هاد اخنوش كيهبط يتقدى بيده ويشد معانا الصف في السبيطارات والمقاطعات، يجرب يعيش مع ولاد الشعب ولا عاش مع ولاد الشعب، غادي يحس تما بينا ويعرف شنو كاينه في هاد البلاد. للاسف عزيز اخنوش عمرو ما سقطر البراد باش يحس بالدراوش. كاين الله وكاين الملك، ما كاين لا اخنوش الاول ولا سعد الجليل الملك. حيد لينا هذا اخنوش الله يرحم لك الوالدين، راه طاح الروح طيح هنايا، راه الروح طيح في النواحي ديال الغرب. الله يرحم لك الوالدين سعادة الملك، حيدنا هذا اخنوش الله يرحم لك الوالدين. تهضر معك فريمه مباشره من ثلاث ديال الغرب، انا مزوق فيك لما حيدنا هذا اخنوش هذا، ها واحد سعادة الجليل الملك.